السلام عليكم احبابنا، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اولا قبل ما نبدا الفيديو هذا تنعتذر لجميع الاخوان اللي تيطرحوا الاسئله ديالهم في التعليقات ولا في الواتساب، لانه لغايه الساعه الواتساب راه كنت يعني ما خدامش ما شغالش. غادي نحاول انني نرجع الرقم ديال الواتساب، وغادي نحاول ما امكن يعني انني يعني نجاوب حتى الاخوان ديالنا يعني اللي تيطرحوا الاسئله ديالهم يعني في التعليقات على الفيديوهات اللي تيشوفوا في اليوتيوب. تنعتذر كثيرا الا ما استطعتش انني نجاوب الجميع. غادي نحاول ما امكن انني نخصص واحد الوقت، كما تعرفوا الوقت ضيق والوقت لا يرحم بطبيعه الحال. غادي نحاول انني نخصص يعني واحد الوقيته اللي نقدر نجاوب فيها الجميع، وتتمنى ان كذلك من البعض، لان بعض الاحيان تتكون يعني الجواب ديال السؤال ديالكم راه تكون في الفيديو وتتبين لي على ان الناس يعني ما تتفرجوش في الفيديو كامل. بطبيعه الحال تبقاو تطرحوا في الاسئله يعني بلا ما يسمعوا الفيديو، لو انهم يسمعوا الفيديو كامل ربما غادي يلقاو يعني الجواب على السؤال ديالهم. مع ذلك ساحاول يعني باش نرجع الرقم ديال الواتساب ونبدا على اتصال معكم دائما كما كنت من قبل بطبيعه الحال. وغادي نحاول كذلك ما امكن انني نجاوب يعني على يعني على التساؤلات ديالكم والتعليقات ديالكم في اليوتيوب. كما قلت لكم اخوتي كذلك غادي سالوني بعض الاخوان اللي عندهم لينفاليديتا، اللي عندهم لينفاليديتا ديال تشيتو بارتشيتو. كما تعرفوا كاينه واحد الزياده لهاد الناس هادو اللي عندهم لينفاليديتي 100%، كاينه واحد الزياده لغايه الساعه باقا ما تطبقاتش. الا كاين شي حاجه ان شاء الله غادي تكون يعني في سبتمبر في الشهر الجاي ولا من ورا سبتمبر. هادشي اللي شفت دابا حاليا اللي كاين دابا لغايه هاد الساعه تمت الموافقه على هذيك الزياده، لكن بقى ما خرجاش الوجود يعني غير يتسناو. الناس قالوا بزاف ديال الناس قالوا ما لقاوش ديك الزياده، سيرتو الناس اللي عندهم لينفاليديتي ديال تشيتو كاتشيتو. ان شاء الله تقدر تكون يعني اللي شفت انا دابا اللي طلعت عليها انها تقدر تكون في الشهر الجاي ان شاء الله تقدر تكون هاد الزياده هادي، يعني غير يصبروا شويه. دابا غادي نتكلمو في داك البونوس ديال 1000 اورو اللي خاص بالتعويض ديال كوفيد. الناس اللي فقدوا العمل ديالهم كما تعرفوا في الجائحه اللي دازت على ايطاليا، واللي كانوا فقدوا العمل ديالهم ما بين الفتره ديال البريمو جيناي ديال 2019 لغايه 17 مارس ديال 2020. كما تعرفوا كان واحد الدعم ديال 1000 اورو، الناس دفعوا يعني الطلبات ديالهم. هذوك الناس اللي كانوا دفعوا الطلبات ديالهم حاليا داكشي اللي تنشوف انهم يعني ما عندهم لا ناسبي، ما عندهم حتى شي استفاد يعني ديال ديزوكوباسيوني، ما عندهم حتى شي حاجه من المسائل هذه، ما عندهم شي بينسيوني تقاعد، ما عندهم والو. هاد الناس كما قلت لكم راه كانوا استافدوا وغادي يستافدوا وما غاديش يحتاجوا انهم دابا حاليا انهم يديروا مثلا يعني واحد الطلب لهذه المساله هذه لهذا البونص هذا اللي كاين دابا عاوتاني، لانه راه نفس البونص ديال شحال هذه اللي كانوا يدفعوا فيه. وغادي يدوز لهم يعني واحد شهرين اخرى ديال الخلاص تلقائيه اوتوماتيكمون، غادي يدوز لهم يعني الخلاص، يعني ما غاديش يحتاجوا كما قلت لكم انهم يديروا يعني شي طلب اخر. كما قلت لكم يعني الناس يعني يستافدوا هما الناس يعني في الشيء ديال السياحه، الناس اللي عندهم بارتي تائبة، الناس اللي خدامين كذلك في المجال الصحي كذلك دخلهم حتى هما، كذلك الناس كذلك اللي خدامين في الادارات وفي الشركات اللي تعملوا خصوصا اللي تعملوا في القطاع ديال السياحه، كذلك ديال المسرح ديال الموسيقى، كلهم الناس غادي يستافدوا خصوصا اللي ما كانوش دفعوا حتى هما الطلب ديالهم. دابا حاليا ممكن انهم هاد الناس ممكن انهم يدفعوا الطلب، انهم يستافدوا يعني من هاد البونص ديال 1000 اورو ديال اللي خاص بكوفيد 19 كما تعرفوا. فقط انهم يدخلوا الموقع ديال ايمس، يدخلوا السيرفيس اونلاين ديال الموقع هذا، وبطبيعه الحال غيمشيو ديريكتومون لكوفيد 19 وغادي يدخلوا غادي يكملوا يعني الطلب ديالهم، او يتصلوا بالكاف ولا الباتروناتو لتوضيحات اكثر في هذا المجال. الانسان لما كانش عارف ما قادرش انه هو بنفسه يعني يدخل الموقع ويدير الطلب للحصول على المكافأة او البونص ديال 1000 اورو. تتمنى ان الحلقة تكون مفيدة، ما تبخلوش علينا باللايكات وبالاشتراكات ديالكم. نتلقى معكم حلقة اخرى ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.